نعم شيخ كريم، نواصل حديثنا حول أدلة القائلين بعدم وقوع الطلاق في الحيض. نعم شيخ كريم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجدنا أن أقوى الأدلة للذين قالوا بعدم وقوع الطلاق في الحيض هو رواية أبي الزبير لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، ورأينا أن الراجح في هذه الزيادة التي تفرد بها أبو الزبير أنها شاذة وليست بزيادة الثقة. هناك أدلة أخرى أورد ابن حزم في المحلة، يعني رواية لهذا الحديث مختصرة، قال فيها أنه لا يعتد بتلك بها، يعني يعتد بتلك التطليقة لا يعتد بها، لكن هو اختصر الرواية، والرواية موجودة بتمامها، أوردها ابن أبي شيبة بتمامها، ففي تمامها أنه المسألة أنه الكلام عن الحيضة وليس عن التطليقة، لا يعتد بها، ليست عن التطليق وإنما عن الحيضة، لكن أخل لما اختصر ابن حزم في المحلى الرواية فأخلت بالمعنى. أخلت بالمعنى. وأيضا لهم قياسات، قالوا إن النهي يقتضي الفساد، هذه قاعدة معروفة، أن ما نهى عنه المشرع يقتضي فساده، فقالوا طالما نهى المشرع عن ذلك فهذا يقتضي فساد الوقوع الطلاق، الفساد بمعنى البطلان، البطلان الطلاق عندهم. عندهم. وهذه قاعدة صحيحة أن النهي يقتضي الفساد، وقد يعني استدل بها العلماء واستدل بها الصحابة على الفساد في لما ينهى الله سبحانه وتعالى عن شيء في عبادة أو في معاملة، فهذا يقتضي فساد هذه العبادة أو هذه المعاملة على تفصيل في ذلك. ويرد على هذه القاعدة أنه بالفعل النهي يقتضي الفساد على تفصيل في ذلك، لكن أن ما ثبت لنا في أدلة الجمهور أن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت الطلقة وبالتالي لم ينهى عنها، وبالتالي فلا يعمل بهذه القاعدة، لأنه لما رأينا الروايات بالأمس رأينا أن هناك روايات فيها إثبات أن الذي احتسب التطليق هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبالتالي هو لم ينهى عن وقوع الطلاق في الحيض عليه الصلاة والسلام، وبالتالي هنا القياس لا يعارض ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وثمت يعني استدلالات أخرى وقياسات أخرى أطال فيها النفس ابن القيم عليه رحمة الله، لكن يعني هذه القياسات لا تعارض الأدلة التي ذكرنا بعضها بالأمس، حتى الذي حسن رواية أبي الزبير ولم يرها شيئا أولها كالحافظ ابن حجر، قال ولم يرها شيئا حتى تستقيم مع باقي الروايات، قال ولم يرها شيئا على السنة، يعني وفق يعني يثبت البدعية هي واقعة لكنها لم يرها شيئا وقع على ما يعني على السنة، فمن أثبت هذه الزيادة التي تفرد بها أبو الزبير أولها، وبالتالي فإحنا يعني نظرنا نظرة سريعة إلى أدلة الجمهور وإلى أدلة غير الجمهور، بقي الترجيح بعد هذا الاتصال إن شاء الله. أم محمد.